السلام عليكم. تبدو الأسرة اليمنية هي الحاضر الجريح في صدارة هذه الحرب، وهي الوجع المتصدر في هذا العيد أيضا. يوميات الأسرة اليمنية لا تخلو من تفاصيل ويلات الانقلاب والحرب، وخصوصا في اللحظات العيدية التي أزاحت الستار عن وجع الأسرة اليمنية وعن تفاصيل بالغة الجرح والتأثير لها علاقة بالفقدان. بين النزوح والحرب وبين الشتات والانتظار لأقارب منعتهم الحواجز ومتارس الحرب من التواصل فيما بينهم، بين الريف والمدينة والحارة والقرية، توزعت الأسرة اليمنية، أو بمعنى أدق وزعها الانقلاب والحرب وظروف التهجير القسري من المناطق والأحياء التي حولتها الميليشيا إلى أطلال خالية من الحياة. وجوه كانت حاضرة في مائدة الأسرة في كل الأعياد، بعضها غابت مؤقتا إلى أجل غير مسمى، وبعضها غابت إلى الأبد، لم تبقى إلا على هيئة ذكريات داخل البراويز المعلقة على الجدران أو تلك الصور الصغيرة المحفوظة في الحقائب. التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشف عن ارتفاع عدد المهجرين قسريا بسبب الصراع الدائري في اليمن إلى أكثر من 3 ملايين نازح داخليا وخارجيا. هذه الصورة وغيرها من التقارير بعض من يوميات الوجع اليمني الممتد والتي تعيش الأسرة اليمنية في القلب من هذا الوجع. مشاهدينا الكرام، بحلول عيد الأضحى المبارك يناقش المساء اليمني أحوال الأسرة اليمنية في الحرب التي تعرضت لأصناف الشتات والنزوح الداخلي والتهجير لخارج اليمن. رحبوا في هذه الحلقة بضيفتي هنا في الأستوديو الأستاذة نبيلة سعيد، رئيسة مؤسسة فكرة للحقوق والإعلام. مساء الخير أستاذة نبيلة. وكل عام أنت بخير. وأنتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم إن شاء الله تعالى مجددا. أهلا بك أستاذة نبيلة، وأنت واحدة من المهجرين ربما. دعينا نذهب فقط لمشاهدة هذا التقرير ونعود لبدء النقاش. مشاهدينا الكرام، تقرير قصير ونعود إليكم. وحدها لمة الأهل وفرحة الأطفال من تمنح العيد نكهته وتجعل منه موسما للفرح، كان هذا فيما مضى. أما اليوم فإن أعياد اليمنيين صارت موسما لاستذكار المواجع والأحزان. حالتنا تعبة، حالتنا صعيبة، ومقعقعين مشردين ضباحة، يعلم الحال إلا الله يا أخي. هكذا لخص هذا المواطن البسيط حال العيد في اليمن. فبعد أن كان هذا اليوم موسما لالتقاء الأهل وتبادل الزيارات والهدايا، أصبحت هذه المفردات خارج إطار الاهتمام عند معظم اليمنيين في مختلف المدن والمحافظات. لا يكاد يخلو بيت في اليمن إلا ودخلته الحرب بصورة من الصور. ففي عهد الميليشيا توزع اليمنيون بين قتيل وجريح ومخطوف ونازح، وفي أحسن الأحوال فقد مصدر دخله بسبب الحرب. هذا ثاني عيد بنعيد بمأرب، العيد بمأرب حل جنب بي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت عن ارتفاع عدد المهجرين قسريا بسبب الحرب في اليمن إلى أكثر من 3 ملايين شخص، منهم من لجأ إلى خارج اليمن، ومنهم من نزح من المدن المحاصرة كتعز وغيرها إلى مناطق أخرى أكثر أماناً. النزوح الداخلي والتهجير خارج الوطن كان إحدى منغصات فرحة العيد لدى معظم الأسر اليمنية، لكن أبرزها هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي لم يستثني أحداً في هذا الظرف. فهناك آباء لم يستطيعوا رسم فرحة ملابس العيد في وجوه أولادهم، فضلاً عن ذبح الأضاحي أو السفر لقضاء إجازة العيد. تقريبا نسبة المبيعات مقارنة بالعام السابق لم تصل إلى 30%. الوضع الاقتصادي شبه منهار، سواء على صعيد الزبائن أو أصحاب رؤوس الأموال والتجار. يا صديقي، لو أدرت عدسة كاميرتك إلى الشارع ستنقل لك صورة واضحة على السوق كامل. دارت العدسة إلى الشارع ولم توثق سوى ملامح حزن سرقت الفرح من وجوه اليمنيين، في وقت كان ينتظر أن يكون يوم الفرح الأكبر، لكن الحياة هنا ومنذ الانقلاب من سيء إلى أسوأ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، كما يعني قلنا أنت واحدة من المهجرين الذين عانيت نزوح الاضطراري. لو دخلنا في قراءة وضع الأسرة اليمنية ومن خلال عيدك الذي قضيتيه اليوم تواصلك مع الأهل، كيف هو العيد معك؟
اولا بالنسبه لنا كاليمنيين سواء في النازحين او المهجرين ليس المهاجرين، هناك فرق بين التسميتين. هناك شوق يعني لا يوصف للبلد سواء بكل احواله، برغم انه كثير من الناس الذين الوطنيين، خلينا نقول وطنيين، الذين يهمهم شان البلد لا يتذوقون المعنى الحقيقي للعيد، وان كان لا يعني ربما لا يحق لنا في حق انفسنا ان احنا يعني ندخل في هذا المنعطف الخطير اللي هو حاله الاكتئاب او غياب الامل في ولاده يمن مختلف يعني عما ينتظره الناس سواء في الداخل او في الخارج. لكن نحن بانتظار عيد حقيقي، برغم ان حتى هذه الاعياد التي مرت، عيد الفطر والان عيد الاضحى، بلا ريبة وبلا شك أن اليمنيين يعيشون تفاصيله، برغم ما يحملون على عناقهم من مآسي وأحزان سواء بغياب أهاليهم الغياب النهائي أو الغياب المؤقت الذي بإذن الله سيفرق عنهم، سواء في المعتقلات أو السجون أو مخفيين بالتهجير أو بالنزوح في أطراف المدن أو في خارج في الدول القريبة أو البعيدة. هو عيد على كل حال، لكنه عيد يحمل جزء كبير جدا من الأمل في تصوري. هكذا اليمنيين يعني ربما الذين تواصلت معهم إلى حد ما أشعر أن هناك قناعة حقيقية بأن سيأتي هذا العيد، سيكون عيد حقيقي، سيأتي ولو بعد حين بالتفاصيل التي يرسموها في أعينهم وفي أحداق يعني تصوراتهم، أنه هذا البلد هي فترة زمنية مؤقتة ستطول، لكن حتى ولو طالت هذه الفترة ستولد أو ستؤدي إلى ولادة حقيقية لبلد يعيش فيها القانون وتحترم فيه الحريات وتصان فيه المواطنة الحقيقية للإنسان في اليمن. صحيح. طيب أستاذة نبيلة، أكيد يعني بتواصلك مع الكثير من الأهل والأصدقاء، كثير من قصص معاناة النازحين والمهجرين، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمنيون هذه الفترة. وأنت تحدثيني قبل الهواء يعني هناك من استلم رواتبه بفئة 50 ريال. هي تقريبا كانت الأكثر ألما والأكثر وجعا أن نستلم، يعني كما يعني قيل في صفحات الفيسبوك يعني فتت الراتب وليست الراتب، يعني لأنه العملة البسيطة المهترئة اللي قد يعني مكدسه في البنوك يعني صرفت يعني في حال الاتلاف مباشره، يعني تصرف الان كرواتب ربما لا تصل حتى الى البائع او المشتري او تكون يعني ما بين في الوسط يعني. هذه حاله من الحالات الكثيره التي تصور او تشخص او تسلط الضوء على الوضع الانساني المتردي يعني بالغ الخطوره الذي تعيشه اليمن. قد نقول ان الاسره اليمنيه تريد ان تعيش عيد، لكن هذا لا يعني ان على الجانب الاخر هناك جانب من المؤامره الحقيقيه لمتنفس الحياه. هناك مؤامره حقيقيه توجه ضد انفاس الذين يريدون او يواصلون الحياه، هناك مشروع حياه وهناك مشروع موت. يعني هذا ما يمكن ان نفصله يعني، لكن هناك استبسال ومواصله وصبر واستمرار في المحاوله لان يعني يظل اليمنيين احياء. اليمنيين حقيقة يعني ممكن هذا ليس رأي كيمنية، لكن هذا رأي المجتمع الدولي أن اليمنيين هم أصحاب مشاريع حياة. إلا يعني إلا هذه الفئة التي هي محسوبة على مشروع الموت، يعني طالت الفترة بهم أو قصرتهم إلى زوال، يعني لأنه المراد أو الهدف هو وجود اليمن في مربع الموت، ويعني من خلال يعني مخططاتهم، من خلال ما يمارسون الآن من تصرفات غير مسؤولة وغير واقعية على أرض اليمن. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الباسط فارع، نازح من مدينة تعز. من تعز مساء الخير أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا أستاذ عبد الباسط، بداية كل عام وأنت بخير وبصحة وسلامة بإذنه تعالى، وإن شاء الله العيد المقبل تقضي في بيتك الحقيقي. حدثنا عن قصة نزوحك أستاذ عبد الباسط. أهلا، كل عام وأنتم ووطنا إن شاء الله بخير. نحن في الحقيقة في مدينة تعز عندنا معاناة بلا حدود. المجتمع في تعز يعاني معاناة بلا حدود نتيجة الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الانقلاب التابعة للرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي. نحن نازحين نزحنا يعني ظروف في ظروف يعني لا يمكن ان توصف.
يعني نحن فعلا كان يعني كنا مجتمع نعاني قبل ان تأتي الحرب، فكيف بالوضع بعد الحرب؟ يعني نتيجة الفساد ونتيجة الأوضاع التي كانت يعني أدت إلى اندلاع الثورة، نحن الكثير منا والكثير من الزملاء يعني في الحقيقة نزح، لكنه وجد معاناة يعني لا تقل عن معاناة الحرب. لا يعني عدم توفر المسكن يعني بما يتناسب مع الأسر الكثير، نحن نعرف أن يعني البعض يعني نزح إلى قريته ليجد غرفة، هذا من كان سعيد الحظ، يعني غرفة قديمة في منزل قديم ليستوعب فيها ما يقارب 10 أفراد للأسرة. حالات متعددة من هذا، أحد الزملاء ينزح إلى منطقة جبل حبشي وتفاجأ وهو يتصل يعني 3 أو 4 أيام من نزوحه بأنه عاد إلى المدينة بسبب أنه لم يتمكن من يعني لقاء مسكن، فتساوت عنده فرص الحياة وفرص الموت، وبالتالي أصبحت يعني الناس لا يبالون في يعني نتيجة هذا الوضع. نعم يعني كونك نازح أستاذ عبد الباسط هذه المدينة، نحن فعلا حتى نزحنا من المدينة المكتظة التي تعتبر من أعظم الـ يعني من أكبر الـ من أكثر المناطق أو المدن ازدحاما مقارنة بالمساحة العمرانية التي بنيت عليها، إلا أننا نزحنا إلى مناطق أرياف هي أيضا عرضة للقصف. نعم. يعني للقصف العشوائي. هذه المساحة الجغرافية التي لا تتجاوز 300 كيلومتر تعرضت لأكثر من 100 ألف مقذوف ثقيل، يعني من قذائف الهوزر وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات خلال فترة يعني خلال فترة الحرب. تساوت فرص الحياة وفرص الموت. يعني هذه الحرب التي تسببت في الكثير من المعاناة. نعم. معاناة حقيقة، معاناة نفسية ومعاناة مادية ومعاناة اقتصادية. الوضع أصبح يعني يأتي العيد ومستوى الدخل الفرد والقدرة الشرائية تكاد تكون منعدمة يعني للموظف أو العامل أو الأشخاص في تعز. أنتم تعلمون المدى يعني التدهور الرهيب الذي حدث للعملة الوطنية. نعم. طيب أستاذ عبد الباسط، يعني كونك نازح وأيضا بجوارك الكثير من النازحين، يعني عادة نود أن نعرف منك تفاصيل هذا النزوح. أنتم تصلون إلى مثلا القرية عند أسرة أيضا مكونة من عدد كبير من الأبناء أو الأطفال، عددكم يكون لا بأس به، كيف هي يعني هذه الملامسات أو الملابسات البسيطة التي ربما تزيد من ضائقة العيش بالنسبة لكم، وكيف قضيتم العيد في ظل هذا الوضع؟ بأن نقول أننا ممكن وصلنا إلى أننا نتناوب على النوم يعني في الأسرة، أصبحنا يعني ننقسم إلى 3 مجاميع لنتناوب على النوم لأنه لا يتوفر المسكن المناسب. نعم. يعني فكيف تتخيلي أن يعني أسرة تنزح إلى لتجد غرفة، ربما هذا السائد من يجد غرفة بمسكن قديم، وتكون الأسرة مكونة من يعني من 10 أفراد، من 8 أفراد، من 12 فرد، يعني فأصبحنا نحن وصلنا إلى أننا نتناوب في يعني في النوم. هذا ممكن أن يعني أستطيع أن أختزل المشهد يعني بهذه الصورة، بالإضافة إلى أن هناك يعني انعدام الغذاء. هذه المدينة التي تكتظ بالسكان، ربما يعني تعداد السكان، نحن حتى نحن نازحين في إطار المنطقة المحاصرة، يعني نحن نازحين في إطار المنطقة المحاصرة. هذه المنطقة التي ربما يتجاوز سكانها يعني في حدود 1 مليون نسمة محاصرة منذ أكثر من 1.5 عام، يعني ينعدم فيها الماء، ينعدم الغذاء، ينعدم يعني ربما الكثير، يعني ما استطاع حتى أن ينزح، عندما نزح ما يعني لم يستطع أن يخرج يعني أثاث منزله. نعم. الكثير من فقد أثاثه نتيجة تعرض منزله للقصف والإحراق، يعني معاناة حقيقة، معاناة بلا حدود، يعني دون أن نجد نسمع في يعني للمنظمات الإغاثية والإغاثة نسمع قعقعة كما قيل ولا نرى طحينا، يعني لم يصل يعني تكاد تكون أشياء يعني لا تذكر بحجم المعاناة التي يعني يعانيها النازحين ويعانيها أبناء تعز. كان الله في عونكم أستاذ عبد الباسط فارع، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز وأنت نازح من المدينة إلى القرية كما تفضلت. أستاذ نبيلة، ربما أبلغ وصف تحدث به أنهم يتناوبون على النوم.
هناك انعدام شبه انعدام للغذاء، خاصة أنهم يحاصرون يعني ينزحون في المناطق التي هي يعني معرضة للحصار. هذه حكاية من آلاف الحكاية لكثير من النازحين. الحقيقة الحديث عن تعز هو حديث خاص، يعني معاناة تعز هي معاناة يعني طبعا هي جريمة مدبلة حقيقة، وهي جريمة لن تسقط بالتقادم. إذا استوعبت المنظمات الدولية ما يحدث في تعز، فمفترض أن يكون هناك محاكمة عادلة يعني فعلا تسري في مجرها الصحيح، وتتخذ الإجراءات القانونية الحقيقية، وتحفظ كل الحقوق التي هدرت والتي انتهكت في هذا في هذه المدينة، خاصة تعز لكثافتها السكانية وللحصار الذي تعيشه منذ ما يقارب السنة والنصف الآن، ربما سنكمل السنتين، يعني لا نريد أن نصل إلى هذه الحسابات، لكن الحديث عن تعز دائما هو حديث مختلف يعني. وإذا كنا منصفين مفترض أن تكون دائما حواراتنا عن تعز هي حوارات لا نجمع الجراحات كلها، لأنه جراحة تعز مختلفة، وحتى مضامينها مختلفة، حتى أسبابها مختلفة، حتى حجم التضحيات التي يعني حدثت فيها مختلف يعني. برغم أن في الآن أنا لا زلت أذكر يعني في عيد الفطر الجريمة اللي في انتهكت في داخل سوق تعز، وكلها أصبح يعني أغلبها من الأطفال والنساء، يعني هذه يعني استهداف مباشر للحياة، يعني لمحاولة الحياة المستمرة في هذه المدينة المناضلة، يعني هذا أقل تقدير يعني. نعم، بطبيعة الحال كما تفضلت يعني معاناة تعز مختلفة ويعني موجعة بحد ذاتها، خاصة ما تعيشه منذ سنة ونصف، ولكن يعني أيضا تتوزع الجراح هنا وهناك، نحن نحاول أن نتلمس الجراح خاصة في مثل هذه المناسبات. يعني في مقدمة الحلقة أستاذة نبيلة، ربما هناك لفتة بأن الأسرة أصبحت يعني الألم كما يقال دخل في كل بيت يمني، الأسرة تتفقد غائب، إما أن يكون أسير أو مختطف، إما أن يكون فقد توفي، يعني أصبح هناك ألم غير عادي، عيد غير مكتمل بالنسبة للأسرة اليمنية. هناك مقعد شاغر يعني، وإن كانت مؤلمة هذه العبارة، لكن هناك مقعد شاغر كان في السابق، المقعد هذا هو رب البيت، الآن أصبح هذا المقعد هو طفل، وأصبح هذا المقعد هو أم، وأصبحت هذا المقعد هو جد أو جدة، أحد أسراف الأسرة هو المقعد الغائب. فيعني أنت الآن تتحدث عن حالة إنسانية مختلفة تماماً، يعني مختلفة بكل مضامينها، الألم فيه مختلف، تفاصيله مختلفة، أحداثه مختلفة، حتى المعاناة فيه مختلفة، يعني يصبحوا ينتظروا ممكن طفل يعني وضعه صحي حرج أو قد انتهى، أو أب ممكن يكون يعني مهجر أو نازح أو مخفي أو معتقل. هناك أيضاً أستاذة نبيلة يعني لفت أن كثير من الأسر يعني غرب أو هجر أحد أفراد أبنائها للعمل حتى يستطيع أن يعول هذه برغم الأسرة، أو هروبا لأنه قد يختطف إذا كان له انتماء سياسي معين. صحيح، يعني هذه أيضا من الأشياء اللي هي الآن إلى هذه اللحظة، إلى أمس يعني ونحن نسمع عن حالات المباغتة للبيوت والمنازل، وأخذ الآباء أو يعني الأبناء عنوة من بين أحضان أهاليهم وإخفائهم تماما، يعني هذا حالة. الحالة الأخرى أنت أمام حالة من الرعب المتواصل، يعني صحيح، يعني هناك سلسلة من الرعب اللي مفترض كأنه مفترض على هذه المدينة بشعبها، أو على هذا البلد بشعبه بمختلف قراه ومدنه وعزله، وحتى الحارات البسيطة فيه أن تعيش فيه. نعم، إذن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة سحر أحمد القدسي، باحثة مع منظمة الهجرة الدولية من تعز. مساء الخير أستاذة سحر. مساء النور أستاذة سحر، هل تسمعينني؟ أيوة. مساء الخير أستاذة سحر، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير، صحة وعافية. نعم أستاذة سحر، يعني تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتحدث عن نسبة ارتفاع التهجير في القسر ونزوح أيضا في اليمن، وصل إلى 3 أو أكثر من 3 مليون نازح. مليون نازح. نعم، كباحثة في منظمة الهجرة كيف تتابع هذه الأرقام، وكيف تستطيعون يعني متابعة هذا العدد الهائل من النازحين والمهجرين؟
ايوه طبعا صدر عن مفوضية اللاجئين منظمة الدولية للهجرة تقرير عن وضع النازحين، انه يمثل 3 مليون نازحا داخل اليمن يعيشون ظروف قاهرة جدا. يعني فالتقرير شمل اوضاع النازحين، لكن بالحقيقة اعتقد اوضاع النازحين حالهم اصعب بكثير جدا. فالبعض عايش في مخيمات، البعض عايش في المدارس، البعض عايشين في بيوت غير اهلهم، فوضعهم كحياه عابره غير مستقره نهائيا. فحتى الان العدد هذا في ازدياد، يعني نلاحظ ازدياد كبير داخليا، مثلا في اوساط المديريات، من مديريه الى مديريه اخرى. مثلا نجد في مديريه حتى وسط المدينة في القاهرة، مثلا قد ينتقل الناس من مديرية القاهرة إلى مديرية المظفر، كذا حتى في الأرياف. مثلا الآن في مديرية الصلو في الأعياد، يعني في العيد الآن في مديرية الصلو انتقلت المعارك إلى هناك على أساس أنه الأرياف أماكن آمنة، فتم الانتقال المعارك إلى هناك. اضطر النازحين إلى ترك أماكنهم النزوح الأول إلى مديرية أقرب الذي هي مثلا المواصل، فيعيشون حياة يعني غير مستقرة نهائيا، تنقل دائم، حياة يعني مثلا الآن في أيام العيد أصعب الاحتياجات الأساسية التي هي المواد الغذائية ومياه الشرب. يعني يمكن كان بالبداية في أيام العيد إلى أضحية العيد ملابس العيد، فالآن الاهتمام أكثر في النازحين إلى الاحتياجات التي هي مياه الشرب والمواد الغذائية، الأماكن الآمنة. مثلا الأطفال، نجد فرحة الأطفال غير متوفرة بالنازحين، أنهم أولا مشردين عن أهلهم، عن أماكنهم. قد نجد أن العائلة غير مستقرة مع عائلته، من كل عائلة في جهة أخرى. كان أيام العيد مثلا مألوف أنه اجتماع الأهالي مع بعض، زيارات، فرحة العيد تتم باجتماع أهل الأقارب. الآن يمكن سنة، يعني من 2015 إلى 2016 الآن يمكن مرت سنة كامل والأهالي بعيدين عن أهلهم. يمكن قد يكون الأم تشوف ابنها يمكن حوالي سنة، أو العائلة يعني حتى وسط المدينة الآن صعب التنقل، مثلا من حارة إلى حارة أخرى أو مديرية إلى مديرية أخرى كما كان معتاد قبل. نعم. نجد حقيقة النازحين يعانون يعني أصعب المعاناة. نعم، يعني واضح هذه المعاناة أستاذة سحر، ولكن يعني لو تحدثينا أكثر عن أين برأيك تركز التهجير القسري داخل اليمن، تلاحظين يعني في أي مناطق بالضبط؟ طبعا اليمن منذ 2015 إلى الآن النزوح فيها مستمر، لكن للأمام مديرية يعني محافظة تعز الأكثر نزوحا داخل أوساط مديرية تعز، سواء في داخل المدينة أو في الأرياف، فنشوف الأماكن هذه أكثر النزوح فيها يعني. نعم، طيب هل تتابعون يعني تحدثتي عن وجود مخيمات، هناك أيضا مخيمات خارجية في جيبوتي، يعني يوجد مخيم كبير لليمنيين الذين لم يستطيعوا العودة حتى الآن، هل هناك متابعة عبر منظمة الهجرة لوضعهم، خاصة نحن نسمع قصص كثيرة عن المأساة التي يعيشونها في الصحراء، يعانون الحر، يعانون وجود الحشرات والحيوانات يعني المخيفة، عقارب وذئاب وما إلى ذلك؟ طبعا المخيمات والأماكن حتى نجدها في وسط يعني مديريات تعز، مثلا في الشمايتين يوجد العديد من المخيمات في عديد من القرى، مثلا انهم يعني يفتقرون الى الاحتياجات الأساسية في البيت، يعني انها لا يوجد بيوت مثلا، فانها مخيمات فقط، لا يوجد فيها حمامات، لا يوجد فيها اماكن امنه، الحشرات، الاحتياجات الاساسيه ككل، مياه شرب، مياه طبخ كامل. فيتم منظمه الهجره الدوليه تتبع عمليه النزوح بشكل شهري. نعم، متواجدين في المخيمات، في المدارس، في اكثر من مكان، حتى في بيوت غير اهل. نعم، اذا شكرا جزيلا لك يا استاذه سحر احمد القدسي، الباحثه مع منظمه الهجره الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. اسمحي لنا استاذه نبيله، انت والساده المشاهدين، ان نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود اليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني كنا نتحدث مع الأستاذة سحر ويتحدثنا عن وضع مزري لهؤلاء النازحين في المخيمات، لا يجدون الغذاء، لا يجدون الدواء، لا يجدون يعني الأمن حتى على مستوى وجود الحشرات الضارة والسامة. هذا أيضا ما يحدث في مخيمات مثل جيبوتي في الخارج، هناك عدد كبير من نزحوا تارك فرصة العمل التي ربما كانت لديه، تارك ما لديه من أثاث، من ملابس، من أشياء معينة، ويصل إلى مرحلة ربما تحت خط الفقر. كيف يعني يمكن تلافي مثل هذه المأساة خاصة بوجودهم في المخيمات؟ ربما لا نعرف مدى مأساة من ذهبوا إلى أهاليهم في القرى، ما الذي يعانون، مشكلة لم تصل ربما إلى المعنيين بالأمر، ولكن وجود مخيمات يفضح مدى التقصير تجاه هؤلاء. طبعا هو كما أسلفت في المقدمة، هناك اليمنيين على خيارين، إما النزوح أو الحرب، يعني إما أن تقبل بحالة الحرب التي تعيش تحت يعني آلة الحرب المدمرة، أو أن تنزح أيا كان شكل هذا النزوح، كان في خيمة، كان في العراء، يصبح نزوح في الأخير، أو أنك تقبل أنك تتخطى الحدود يعني تدخل في مغامرة أخرى يعني جديدة مختلفة بتحديات مختلفة تماما. يعني هذا بالنسبة للحالة، اليمنيين هم على خيارات محدودة جدا يعني للأمانة. الآن نحن نتحدث عن شيء آخر مختلف، يعني إذا وجد اليمنيين في أماكن النزوح، وطبعا إذا صدقت التقارير فهي تتحدث عن أكثر نسبة لوجود يعني للفئة من النازحين هي النساء. يعني بعض المخيمات تحصد 170 ألف نازحة من النساء فقط، يعني لعدد من مديريات مثلا تعز، يعني إذا نتحدث عن تعز مثلا. هناك دور، هذا هو السؤال يعني اللي أنا فهمته منك الآن، هناك دور مجتمعي قد ينسجم أو قد يتكامل دور الأدوار الفردية مع هذا الدور المجتمعي، وهو دور المنظمات المحلية، لا أتحدث عن طبعا المنظمات الدولية، لأنه هناك يعني غض طرف واضح عن إصدار تقارير ذات نية صادقة في اللي ترشح الوضع الإنساني في تعز ولا في غير تعز في اليمن بشكل عام. هناك دور لابد أن يلعبه الأشخاص والجهات والهيئات والمؤسسات، يعني هذا هو دور المرحلة. يعني الآن اليمنيين مطالبين بالعمل جملة وتفصيلا، يعني اللي نازح لازم يعمل، واللي عنده إمكانيات لازم يعمل، اللي ما عندهش إمكانيات لازم يعمل. يعني أنك تستسلم فقط للحالة اللي أنت عليها حتى لو كانت نزوح. هناك مبادرات طوعية، وهناك تحركات شبابية، وبارك هذه التحركات حقيقة، وهي صنعت صورة إنسانية مختلفة عن 30 سنة مرت في تاريخ هذا الشعب. يعني هناك فعلا صورة حية حقيقية صنعها أبناء تعز، وصنعها أبناء الحديدة وذمار وصعدة وكل الأماكن، صنع عدن. أنت تتحدثي عن اليمن من الأقصى إلى الأقصى، يعني هناك حالة طوعية شبابية، مبادرات نوعية نسائية حتى أطفال. نعم، لا ننسى أيضا أستاذة نبيلة أنه أغلب يعني المناطق التي وصل إليها النزوح تقريبا هي العاصمة صنعاء، ما حدث يعني ما يحدث في تعز، كثير من الأسر هجرت إلى صنعاء، ما حدث في عدن، ما يحدث في صعدة الحديدة هروبا من الحر والوضع الاقتصادي البائس. صنعاء ربما هناك جملة من الشباب الذي استطاعوا ربما أن يصلوا للمنظمات، هناك كما تفضلتي مبادرات، ولكن هناك أيضا يعني نحن نتحدث عن مدارس تضج بالنازحين، هناك مدارس أقفلت أبوابها العام الماضي لأنها يعني أين تذهب النازحين الذين يسكنون فيها؟ كنت في الطرف الآخر من شق السؤال، أريد أن أتحدث مثلا عن الحالة المتكونة عن النزوح. هناك وضع صحي متردي، وهناك وضع تعليمي توقف، يعني قرابة يعني يقارب المليون طفل و100 أو 200 طفل خارج سور المدرسة في العامين في العام ونصف الماضي، 160 طفل
أنا أتحدث عن إسطنبول مثلاً دون المدرسة. هذا طبعاً يعني عند هذه النقطة اسمح لي أستاذة نبيل يعني نتحدث عن من يظنون أن من خرجوا خارج اليمن أنهم في بحبوحة من العيش وأنهم مرتاحين وأن أبنائهم في أحسن المدارس. يعني هناك صورة سيئة أيضاً مأخوذة، وأن من خرج يخون هو خائن ومرتزق وما إلى ذلك من الألفاظ التي تطلق عليه. لا يعرفون بالعديد من الأسر التي تعاني في إسطنبول. وطبعاً غير ربما أنت على اطلاع أكبر بما يعني تمر به بعض الأسر هنا. بالضبط، يعني إذا كان يعني إحنا عدينا بعض النقاط يعني حقيقة عن وضع المهجرين. نعم. في مثلا وأنت أمام دولة فارق السعر فيها يضرب يعني للطرف، يعني أنت في تحدي كبير جدا بالنسبة لفارق يعني فارق الصرف يعني. نعم. في يعني في أوضاع مادية ما زال بعض الأسر فيها تعتمد على محصولها من الداخل. يعني أنت متخيلة إنه أسر داخل إسطنبول مثلا تعيش على تقتات على الداخل اليمني، يعني مع أنه المفترض العكس يعني. اللي هو تحت الصفر تماما. عندك إشكالية التعليم، إشكالية التطبيب، يعني إشكالية العمل وقوانين الدول اللي أنت تهاجر إليها. إذا تحدثنا عن إسطنبول مثلا أو عن تركيا ومحافظات تركيا، فأنت يعني أمام دولة لها قوانين ولها أنظمة ولها لوائح، يعني يظل اليمني يعني في تحدي حقيقي أمام الحصول على فرصة عمل، الحصول على وضع تأمين صحي لأسرته. يعني نعم نعود لهذه النقطة أستاذة نبيلة لأنها مهمة ربما وتعني كثير من يعانون في تركيا، ماليزيا، دول كثيرة. يعني ظن من سيخرج إليها أنه شهرين وسيعود إلى بلده ولم يستطع. تنضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتورة فايزة عبد الرقيب الأكاديمية في جامعة عدن من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير دكتورة فايزة. مساء النور. كل عام وانت بخير دكتورة فايزة، وينعاد عليك بالصحة والسلامة إن شاء الله. يعني بحكم اطلاعك على وضع العديد من الأسر في بلد الجوار التي نزحت، كيف تم قضاء لحظات العيد مع بعضكم البعض؟ بالشكل يعني أولا كل سنة وانتم طيبين والشعب اليمني بشكل عام صحة وسلامة إن شاء الله، ويعود من الأمن والأمان والنصر القريب المؤزر إن شاء الله يا رب. لا شك إنه العيد يعني في البلد نفسه له معنى آخر غير ما نعيشه خارج الوطن، على اعتبار إنه نلتقي هناك بكثير من الأقارب والأصدقاء ولنا ذكرياتنا ولنا حياتنا التي كنا ننعم بها في الخارج. بدون شك يعني نحن نستقر لهذه الأجواء حتى وإن كانت بهجة العيد حولنا وخصوصا في البلاد الإسلامية، لكن لابد أن تكون فرحة منصوصة. نعم. طيب دكتورة فايزة، يعني من وجهة نظرك ما أبرز ما تعانيه الأسر النازحة على وجه الخصوص؟ كثير من الأشياء طبعا. المعاناة أولا لم تنتهي حتى اللحظة، الحلم بالعودة القريبة بالنصر المؤزر يظل موجود. هناك كثير من القضايا العالقة التي تشتكي منها الأسر النازحة مثل تعليم الأبناء، خاصة أنهم يفتقدوا لهذه الدراسة الانتقامية والمنتظمة، يفتقدوا للتطبيب الاعتيادي التي يحصلوا عليه، يفتقدوا الكثير من الوسائل التي ألفوها يعني. نعم. هم لا شك أنهم يقدرون يتعاملوا مع هذه الأمور بشكل أو بآخر، لكن تظل احتياجهم هو عدم وجود استقرار في الحقيقة، الاستقرار بشكل عام لا يوجد. أثناء النزوح مهما كانت الجوانب النفسية، التأثير النفسية، الآباء نفسهم يعانون من انتظار الحل السياسي والحل العسكري والحكم العسكري، ولذلك تتأثر فيها الأبناء وتتأثر فيها جميع أفراد الأسرة وتتأثر فيها الأصدقاء المحيطين لنا في أيضا في خارج الوطن، نتأثر جميعا بهذه عندما يمرض حد وعندما يفتقد احد من اهله في الداخل او يموت عنه او يغيب عنه شيء او نسمع اخبار مزعجه، يعني كل يتآزر، ولكننا نظل نعاني من التعليم، نعاني من التطبيق، نعاني من السكن المريح، السكن الهادئ، فقدنا اشياء كثيره، لكن هو درس كبير بالنسبه لنا. هذا الموضوع يعكس الانقلابي المتناسي، انه هؤلاء الاطفال وهؤلاء الناس المشردين، هؤلاء الناس كيف سيعود لهم باي نفسيه سوف يتذكروهم او يتذكرون هذا الوقت العصيب.
لا شك بانهم سيظلوا يحقدوا عليهم، لا شك انهم سيظلوا يكرهوهم ويكرهوا حتى ذكر اسمائهم. هؤلاء الذين جنوا علينا والذين جعلوا ابنائنا واهلنا واطفالنا يتشردون خارج البلد. صحيح. إذن دكتورة فايزة، يعني عندما تكون نصف الأسرة بالداخل ونصفها بالخارج، كيف يمكن كسر حاجز التواصل؟ يعني نعلم أن هناك يعني الوسائل الحديثة في الاتصال والتواصل، لكن قضاء العيد بنقص معين يحز في النفس خاصة لدى الأطفال. بدون شك يعني يفتقد الأطفال بنقصهم في أصدقائهم وجيرانهم وأهلهم وذويهم في الداخل. الأسرة تتمزق أيضا عندما تكون في الداخل والخارج، لا تشعر بمدة الفرح ومتعة العيد. أنتم تعرفون نحن عادتنا في اليمن أنه يوم صباح يوم العيد بعد صلاة بعد انتهاء من صلاة العيد يذهب كل الرجال ومع الأطفال إلى زيارة ذوي القربى والآل والأصدقاء في بيوتهم ويجازلهم التهنئة بالعيد، واحيانا يتناولوا معهم بعض الحلوى وبعض كعكه العيد، ويعودون مع وقت تقريبا الغداء يتناولوا غداءهم مع اهاليهم في بيوتهم، وبعد العصر يذهبوا الاطفال يتنزهوا. هذه كلها مفقوده يعني، حتى لو كان وجدت ملاعب ووسائل ترفيهيه في الدول التي يحضرونها، لكن تكون منقوصه بالمشاركين معهم الفرحه. قد يكون موجودين عرب وقد يكون موجودين اجانب، لكن الفرحه تنتقص لانه ناقص الاسره، ناقص لما الاسره هذه التي تشردت، ناقصين ينتقصون الجيران وذكرياتهم وزملائهم الطلاب الاطفال، لانه عيد الاضحى ياتي والناس تفتقد هذه اللمه الجميله التي يحتويها العيد، وهذه الحميميه التي تعزز روابط الاخاء والصداقه والمحبه، وتصلح احيانا الخلاف البسيط بين الاسر وبين الاطفال. هذه كلها وسائل نفتقدها في الحقيقه في الغربه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتوره فايزه عبد الرقيب الاكاديميه في جامعه عدن، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة نبيلة. دكتورة فايزة تحدثت عن معاناة حقيقية يعيشها النازحون والمهجرون. أيضا تفضلي أكملي حديثك عن حول ما تعانيه كثير من الأسر التي نزحت أو هجرت رغم عنها. هناك أول صعوبة يمكن تواجهها هذه الأسر في اختيار الدولة، يعني أنت الآن أين نذهب؟ يعني ممكن إذا اخترت دولة، بعض الدول الآن التي نستغرب عليها مثلا زي مصر مثلا والأردن الذين يطلبون تأشيرات مثلا، معك ماليزيا ممكن ما تطلبش تأشيرة لكن الحياة فيها صعبة، واللغة أكبر تحدي يواجه اليمنيين بالذات اللي يعني وصلوا إلى مرحلة يعني هناك صعوبة في التعلم الجديد. يعني يعني في ثلاث مطبات أساسية اللي هي مطب العمل ومطب التأمين الصحي ومطب التعليم. يعني هذه يعني الحاله التركيه، يعني الحاله اللي نتحدث فيها عن تركيا، هناك السكن. اكثر من 160 طالب يمني خارج سور المدرسه في العام الماضي. يعني هذه اكبر جرح تواجهه الاسره اليمنيه. نعم، أن تضيع المهجرة. سنه على الطفل. أيوة، يعني تضيع سنه، وايضا هو يدفع ضريبه لا يعني شان له بها. لا شان له بها، يعني هو يتوقع شيء اخر مختلف. يعني ما ادري يعني هل هذه الحسابات، يعني طبعا احنا يعني حتى كما تفضلت يعني كثير من الاسر يعني تقول هل الحق ابني بالتعليم الحكومي؟ بالضبط. اللغه كيف؟ انا يعني لا اريد البقاء. أيوة. ساعود. أيوة. يعني سيحدث قطيعه بين المنهج اليمني والمنهج التركي. هناك يعني من يستطيع ان يدرس ابنه في الخاص ولكن ايضا لا يجد. أيوة. المنهج الملائم يعني. أيوة. فبالتالي هناك كثير من المشاكل. أيوة. التي تعاني. ايوه، خصوصا انه في كثير من الاسر اليمنيه ما زالت يعني عائلها اذا وجد يعني معها في نفس الهجره او في نفس التهجير لا يجد عمل او ليس عنده العمل الذي يكفي يغطي الاحتياجات الاساسيه. نعم. هناك اسر تقلق تماما من مساله اللغه، يعني يعني بالذات اللي عندهم اطفال دون السابعه يخشون فعلا ان يلتهموا اللغه الجديده وتضيع تماما مفردات اللغه العربيه التي هم يعني في الاخير احنا نحافظ على هذه اللغه وهي اساس وجودنا. يعني هناك يعني خشية من عدم الاستقرار أو حالة من عدم الاستقرار فعلا التي تعيشها الأسرة اليمنية خارج اليمن. هناك يعني تحدي كبير أمام الجاليات اليمنية في لنقول في تركيا، لنقول في كل الدول العربية أو الدول الأوروبية،
في عدم الـ يعني الـ ايش يقولوا التنظيم الصحيح لادائها ودورها. يعني هي كمان تواجه يعني لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يحقق يعني ولو 30 40 50% من الاحتياجات او المنعطفات الحقيقيه التي تواجه الاسره اليمنيه خارج اطار اليمن يعني حقيقه يعني. طيب استاذه نبيله، جانب أليم بطبيعة الحال في الحرب عاشته الأسرة اليمنية، هناك أيضا معاناة ولدت هذه الحرب، النزوح، التهجير، المعاناة النفسية التي تجعل يعني منسوب الفرح يتضاءل داخل المواطن اليمني سواء كان في الداخل أو في الخارج. للأسف يعني بلداننا لا تعنى بالجانب النفسي أبدا. كيف نتصور المستقبل في ظل انهيار نفسية تماما يعني بالنسبة لهذا الشخص، فقد عائل، فقد قريب، صديق، هجر، فقد منزله، فقد وظيفته، يعني كل هذه الأشياء أجمع. هناك يعني كما تفضلت في البداية هناك شتات داخلي وخارجي، وهناك انتظار داخلي وخارجي. يعني هناك حالة من الانتظار من اليمنيين لتحسن الأوضاع، وهي ستأتي بلا شك يعني، لكنها يعني تأخذ وقتها وزمنها يعني. أنا أتعجب حقيقة يعني كلما يأتي لي أتعجب لي كيف سيرحم نفسه، يعني كيف سيرحم شخص ما ضميره وهو يعرف أنه ممكن كان يقدم خدمة لليمنيين في هذا الوضع ولم يبادر لها أو لم يعمل. هذا جزء من الضمير الذي لابد أن يوقظ في النفس الإنسانية السوية والتي تحمل مستوى أخلاقي معين ووطني وديني وقيمي. الجانب الآخر، هناك يعني سؤال للذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة. يعني أنا إذا تحدثت عن شخص علي عبد الله صالح مثلا، هذا الشخص يعني ألم يكن اليمن بتفاصيله وتضاريسه وشعبه وهويته تمثل ولو جزء يحفظ به كرامة اليمنيين مثلا؟ يعني هذا السؤال، الانتقام والحقد الشديد الذي يوجه يعني أيوة يعني ما هي الجريمة التي ارتكبها اليمنيين حقيقة؟ كلها ثورة يعني 2011 يعني ما زلنا ندفع يعني هذه ثمنها التي يعني هدد بها. هناك برغم أن أتت في يعني ميليشيا يعني الحوثي من جهة، هناك أيضا دور الحكومة الغائب عن هذه المعاناة التفصيلية بالنسبة لليمنيين. احنا نكتشف يوميا بل كل لحظة ان احنا تأخرنا تماما بالثورة، حيث الثورة كان تاريخها يفترض ان قبل 25 سنة اذا صح التعبير. اذا شكرا جزيلا لك استاذة نبيلة سعيد، رئيس مؤسسة فكر الحقوق والاعلام، كنت معنا في ثاني حلقات ايام العيد من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير، لن نلتقيكم في حلقة الغد، كونوا برعاية الله وأمنه.